للحديث أكثر حول إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا للصلاة في أول صلاة جمعة بعد 86 عاماً من تحويله إلى متحف، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب المتخصص في الشأن التركي معين نعيم. سيد معين، بداية أهلاً بك، كيف تجد رد فعل الشارع التركي في عمومه مع أداء صلاة جمعة هذا اليوم بعد قرار المحكمة المختصة والذي حول آيا صوفيا من متحف إلى مسجد مرة أخرى بعد 86 عاما كما تعلم؟ يعني أنا أعتقد أن هو موضوع تحويل أو إعادة آيا صوفيا إلى مسجد كما كان قبل أن يحول إلى متحف قبل 86 سنة أو أكثر، هو أمر كان في يعني يجمع عليه الغالبية العظمى من المواطنين والشارع التركي بتوجهاتهم السياسية المختلفة، وخاصة التيار المحافظ والتيار القومي الذين يشكلون حوالي 70% من الشارع التركي، أي إضافة إلى الكتل التي ترى في القرار قرار استعادة للسيادة التركية، كلها أيدت. يعني على كل حال القرار لم يعترض عليه إلا قلة قليلة جدا، ولأسباب إما أيديولوجية أو أسباب فقط للظهور كمعارضين للشأن التركي، بينما المجتمع التركي بشكل عام كله كان يعتبر اليوم أن ما حدث من صلاة في جامع آيا صوفيا الكبير هو عيد لهذا البلد، عيد قومي وعيد إسلامي للمسلمين، وإعلان قوة وارتقاء قوة الاستقلال التركي في قراره مرة أخرى من جديد. سيد معين، كيف تنظر لهذا القرار سياسيا، وإلى أي مدى يمكن أن يخرج من الإطار التنفيذي الداخلي إلى أبعاد دولية تتعلق بالسيادة مثلا؟ يعني على الصعيد السياسي أعتقد أنه فيه بعدان، بعد داخلي وبعد خارجي. البعد الداخلي أعتقد أن حزب العدالة والتنمية وفى بأحد أهم إنجازاته أو وعوده حتى التي كان يعتبرها الكثير من المواطنين الأتراك أمر بعيد المنال، فأما وأعتقد أن هذا سيكون رصيد مهم له ولحزب الحركة القومية في أي معركة انتخابية قادمة، ومن حقه أن يفعل ذلك، فهو الذي تحمل تبعات هذا الأمر. أما على الصعيد الدولي فأعتقد أن في البدايات وفي اللحظات الأولى كانت هناك توقعات أن ينعكس سلبا هذا القرار على العلاقات التركية الدولية، ولكن يبدو أن تركيا تعلم ما تملكه من أوراق وتعرف نوع أصدقائها وحلفاء، وعلى الأقل من لديها علاقات دولية ويمكن أن يؤثروا على 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 قراراتها، وتعرف ما لديهم وما علي ما لهم وما عليهم. فلذلك وجدنا الردود كانت عبارة عن ردود دبلوماسية اعتيادية باستثناء الرد اليوناني، والعلاقات التركية اليونانية أصلا في أسوأ مراحلها، فلن يزيدها هذا القرار سوءا. لذلك أنا أعتقد أن على صعيد السياسة الدولية كان توقيت القرار واختياره هو أمر هام، وأعتقد أنه في وقته وفي محله بالضبط. هناك من يرى أن مراسم الافتتاح اليوم حملت أكثر من رسالة أرسلت ورتب لها كذلك، سواء في الحشد أو المراسم واختيار الآيات والأدعية أو حتى في خطبة الجمعة، ما تعليقك على ذلك؟ طبعا هذا حدث تاريخي، هذا حدث هام ليس على صعيد تركيا فقط، بل كما ذكرت قبل قليل هو حدث مفصلي في 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 في, في المنطقة، وليس من المنطق ألا تكون فيه كل خطوة برسالة إيجابية أو سلبية، أو على الأقل نقول رسالة ترغيب ورسائل ترهيب. فمعلى سبيل المثال استعادة النمط العثماني في 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 الأذان وطريقة التسابيح، وحتى صعود الرئيس الشؤون الدينية إلى المنبر بسيف عثماني، كل هذه رسائل وكأنه يقول يريدون أن يرسل الأتراك أن ذلك العهد، عهد العزة وعهد القوة، قد عاد، يريدون أن يوصل هذه الرسالة. اختيار الآيات أعتقد أنه من الطبيعي أن تكون الآيات آيات الفتح، فهو اليوم بالنسبة لتركيا كان فتحا في هذا الاتجاه. فالأتراك، فالكثير من القيادات التركية بالمناسبة، ليس أردوغان وحده، حتى عدنان مندريس رحمة الله عليه حاول أن يفتح صوفيا، وعندما لم ينجح افتتح أحد المباني أو المصليات الصغيرة بجانب آيا صوفيا وسمح بالصلاة فيه، لكنه لم يستطع فتح آيا صوفيا. فالإنجاز العظيم في هذه اللحظة اعتبره الأتراك فتحا لهم في هذا الشأن،
لذلك كان اختيار الآيات كما ذكرت. نعم. أنا أعتقد حتى مشاركة الرئيس أردوغان بقراءة القرآن والتلاوة في هذه المناسبة، نعم، كل هذه الأمور هي كلها رسائل، لكن في غالبها رسائل إيجابية ورسائل، نعم، قوة تظهر فيه تركيا قوتها. حاول حتى كلمات الخطبة كانت محاولة لربط الحاضر بالدولة العثمانية وربط الحدث بمحمد الفاتح، وما خروج أردوغان من صلاته مباشرة إلى زيارة قبر السلطان محمد الفاتح إلا إكمال لهذه الرسالة، وكأنه يقول أنني يا سيدي أديت المهمة وأوصلت الأمانة. نعم. في هذا القرار التركي يحمل جزءا منه بعدا سياسيا بامتياز كما ذكرت سيد معين، لماذا يرى فيه البعض والمتوافق خصوصا مع الغرب، لماذا يرون فيه محاولة للاستفزاز؟ ما الذي ستكسبه تركيا من استفزاز الآخر؟ يعني حقا موضوع الاستفزاز، أنا أعتقد أن هؤلاء اعتادوا أن يروا تركيا تبحث في ردات فعل الآخرين قبل أن تبحث في مصالحها، نعم، وشأنها الداخلي. تركيا لم تعد تركيا التسعينيات ولا تركيا الثمانينيات التي كانت تنتظر الأوامر من السفارة الأمريكية أو من مكاتب الاتصال في صندوق النقد الدولي. تركيا اليوم اتخذت قرارها، طلب الشارع التركي ورغبة الشارع التركي أقوى من كل القوى الخارجية، فتركيا اتخذت قرار بناء على ذلك، وهذا كان واضحا في عدم اعتراض أي تيار سياسي. بمناسبة، قد يكون بعض التيارات السياسية الأيديولوجية معترضة في داخلها، لكنها لم تجرؤ، وأنا أعلم أن بعض الأحزاب عممت على قواعدها على عدم الاعتراض على القرار لأنها تعلم أن الغالبية العظمى من الشارع التركي هي مع القرار. فتركيا اليوم لا تنتظر ردات الفعل الخارجي، وكما ذكرت لك أعتقد أن تركيا دولة واعية وتجربتها الدبلوماسية، نعم، أصبحت كافية تستطيع أن تميز بين القرار الذي قد ينعكس عليها سلبا أو لا. وأعتقد أن ردة فعل روسيا التي كان يخوف بها العالم، نعم، تركيا أن روسيا الأرثوذكسية ستعترض وتنتقم وكذا، لكن كان ردها خافت وقالت أن هذا شأنا داخليا لا دخل لنا فيه. من إسطنبول كنت معنا عبر سكايب الكاتب المتخصص في الشأن التركي معين نعيم، شكرا جزيلا لك.